هنفسخ الخطوبة دي. اهدي بس يا حاجة، مش كده امال؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس وابني بيضيع قدام عينيا؟ بعد الشر علوان، ابنك راجل وما تخافيش عليه. انت ليه مصر ان الخطوبة دي تستمر؟ مع ان الناس دول مستواهم غيرنا خالص. وبعدها لك يا حاجة، الله، كلنا اولاد تسعة. انا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجة يا اخويا، انا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيرة. صغيرة دي قرشانة. انت بتغير على ابنك منها ولا ايه؟ اغير ده ايه؟ هغير من بنت مفعوصة زي دي؟ انا انت قلت يا حاجة مفعوصة، يعني لسه صغيرة. دي بنت مطيورة يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. واحنا مالنا؟ واحنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي يا خوفي تروح السكرة وتيجي الفكرة. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجة الصفر، ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان، وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا. يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن، هم جيل واحنا جيل تاني خالص.